الورود لها دور كبير في الاحتفال بالأعياد والمناسبات الخاصة، لأنها تعتبر رمزاً للجمال وللسعادة وللفرح وللبهجة وللاحتفال والسلام. ودائماً يتم إهداؤنا هذه الورود في العيد لأنها تعبر عن مشاعرنا ومشاعر الحب وأيضاً السعادة والاحترام والتقدير. الورود الطبيعية هي نباتات زهرية وتتميز بجمالها وألوانها الزاهية وعطرها الفواح، وفي أنواع وأشكال متعددة، منها الورود البرية البسيطة إلى الورود المزروعة ذات الألوان والأشكال المختلفة. طبعاً الورد شيء مميز في أيام المناسبات، ما نختلف أن الورد حاضر في كل مناسباتنا، وخاصة في العيد له ميزة مميزة. دائماً الزباين أذواقهم مختلفة في العيد، الناس في ناس تفضل أن تكون تأخذ باقات إيد، وفي ناس تفضل باقات اللي تكون في الفازات عشان تحطها في طاولة الضيافة، وفي ناس تفضل أنها تكون الباقات من دون لا باز ولا باق وتحطها على الطاولات والاستقبال. في العيد دائماً الهدايا حاضرة، وممكن نستخدم عناصر أخرى مثل الأحذية والمصار والعطور، وأيضاً ممكن نستخدم الورد كشيء أساسي من دون أي عنصر ثاني. دائماً في العيد يتم إضافة الورد للتزيين وإضفاء جو من الجمال والأناقة، ويعزز من أجواء الاحتفال والبهجة. باقات الورود المختلفة لها معاني متعددة، مثلاً الورد اللي باللون الأبيض يعبر عن النقاء، الصفاء والسلام. الورد باللون الأحمر يعبر عن الحب والتقدير والاحترام. أما الورد باللون الأصفر يعبر عن الأصدقاء والتفاؤل والفرح. وأنا من محبين اللون الأصفر، وإنتوا يا ترى أي لون تحبوا؟ الورود ليست فقط نباتات جميلة، ولكنها أيضاً تعتبر رمزاً للعواطف والمشاعر. وعشان عيدنا يكتمل، لا تنسوا تهدوا كل اللي يعز عليكم باقات بالورود للتعبير عن امتنانكم لهم. وكل عام وعيدكم زاهي كجمال ورود.